سعيد بغيت تكلمنا على الجديد ديالك، العمل اللي دابا انت كتصور فيه وشويه مشغول به، ويعني جيتي ثلاث ايام وخاصك ترجع. تنصور فيلم مع فوزي بن سعيدي، هذا بعد فيلم وليلي، من بعد فيلم وليلي وي هذا هو الفيلم ديالو اللي تيصور دابا، فيلم سينمائي تيتصور في طنجة. و اون باراليل انتهيت من التصوير مع واحد الفيلم مع محمد حسيني اللي العودة ديالو عاوتاني للسينما من بعد واحد المدة، صحيح كمخرج صورناه في أصيلة. دونك هادو هما الاشتغالات ديالي حاليا اللي تنتسنى. ليلة الحب والغضب؟ لا لا، شنو الفيلم كان حسيني؟ الحسيني اللي فيلم آخر فيلم بحيرتان. بحيرتان ماشي حاجة العنوان، نقول لك أنا شاعري أكثر مما هو سينمائي زعما. وواحد الحاجة زعما فرحان بزاف لأن أول مرة غنشتغل مع فوزي بن سعيدي رغم علاقتي به الطويلة واللي تنعرفو، ولكن خريج أول مرة خريج من نفس المعهد. من نفس المعهد هو في الدور ماشي بعادين على بزاف عين توجطات من المقارنة زعما كناس، فهمتي كيفاش؟ ونزهة رحيل راه بنت عمي مراته الزوجة ديالو، هي قرابة عائلية. وي وإذا الزهور رحيح معنا في ميد راديو بنت عمي هو سلموا عليها. إذا العائلة ديالنا العائلة ديالنا سعيد بيطلع من عائلة ميد راديو. باش عاوتاني نرجع لكم بأن فاش تتعرف ها عندي علاقات عائلية مع فوزي بن سعيدي وعاد كتاب الفرصة باش نشتغلوا هنا، تنقول بان الناس اللي فهمنا حنا ما كاينش باك صاحبي. الله يعطيك بالضبط، شافك بروفيل فوزي بن سعيدي. الفين فوزي بن سعيدي عنده البروفيل سعيد باي، عيب ما عندوش البروفيل سعيد باي، هذا هو زعما ما نتقلقش من شي واحد زعما تقول تقلق لان المخرج صاحبي وما عيطليش. صعب والمتتبعين والمتتبعين زعما السينما والعمل يقولوا بانه كاين هذا الممثل الكليك، هذا الممثل هذا الكليكه هذا الممثل لي اليقين تبع انه سعيد ماشي حتى شي كليكه، سعيد البروفيل في علاقته مع مخرج، مخرج يا الدور المناسب سيناريست. نعم الرجل المناسب في الدور المناسب.